فئة فارس الإملاء، من يكتب 5 كلمات سيحصل على كارت ويذهب إلى الترفيه. نبدأ بحاكم كي فا. اضغط على الألم. طيب اكتب لي المعلم. طيب بس الميم تبقى تحت كده، اعملها من تحت. حلو قوي. اكتب لي سأل. لا. طيب فين الهمزة؟ اكتب الهمزة فوق الألف. ايوه اكتب اللمبة. سأل كيف. خلاص سأل المعلم. اكتب لي هل. هل. طيب عاوزك تكتب لي نورة. نورة. هات كارت يا عبد الرحمن، هات القلم، اعطي له كارت. يستحق كارت؟ ايه. نحيي حاكم. شوف أبي. أبي امسح يا أبي. معلش هات انا امسح عشان انت كده شكلك هتطول. اكتب لي يا أبي المعلمة. شفت الميم يا حاكم؟ من تحت. من تحت. الله عليك. اكتب لي الحداد. خد لك واحد. دور عليه. روح دور عليه الأول. عشان زملائك ياخدوا. اكتب لي النجار. الفلاح. خلاص بقى يا حاكم. الفلاح. الطبيب. كيف أبي يغلط؟ هذا فارس من الفرسان. ما شاء الله. هيوه. تفضل يا نور. تعال يا صالح. تعال يا صالح هنا عشان صالح وبعدين محمد. راجح معاك كروت كتير. أسيب لهم شوية يا راجل. معك كم كارت؟ أنت معك كم كارت؟ مش عديت له. معك 50؟ سيب لي الغلابة. الغلابة. خلي الغلابة اللي ما في معهم يا نور. اللي معك 50 خلاص بيلعب بال50. اللي معك 50 يخليه. صالح اكتب لي. عاملة. خلاص يا راجل. خلاص يا راجل. اللي معاه 50 خلاص. عاملة. عام. العين المفتوحة الأول يا صالح. عام. خلاص يا خلاص. معلش معلش معلش. عام. العين في الأول يا صالح. عين مفتوحة يا صالح. كيف في النص يا صالح؟ يلا بطل. عام. مي. لا. كبر اللام شوية يا صالح. فتحة. اللي بيتكلم يخلي فيه هدوء عشان نعرف نشتغل. أحسن. فتحة. الحاء تلف كده كده. طيب أكلة. روح يا صالح. اكتب لي مساحة. 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 آخر كلمة الفصل. صب. ل. ادي له كارت يا أولاد. بس كبر اللام شوية كده اهو. لفها كده. بص كده تلفها كده. ماشي. يلا اعطي له كارت. تفضل.
انت قلت لي ما في مش عاوز كروت حصل خلاص هي كلمه واحده روح اكتب لي يا محمد محمد روح روح اكتب لي فواز ماشي نورته المدرسة النهاردة بقى الحفل الجميل بتاع اليوم الحفل دي له كارت يا ابني ايش هذه الالف ها صغيرة محمد بيكتب صغير يلا عبد الرحمن اكتب لي المدرسة مش انا قلت خلاص هي كلمة واحدة انت اللي قلت لي مش عاوز كروت المدرسة تو الابو الابو ايوه اكتب لي الفصل طول بالك ولسه خلص اكتب لي المعلمة نور خلي بالك في حرف ناقص ايوه كده اخر حاجه هنا اكتب لي فواز خدت كارت ادالك كارت مقدما يلا يلا عبد الله يلا يا عبد الله ها اكتب لي المعلم هذا هذه هذه ايوه الالف ينطق ولا يكتب ها زي هي ها بس ها بس ها ها مربوطة طيب اكتب لي متى خلاص 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 متى بالالف المكسورة متى ها ايوه شكلك مش هتاخد ها متى خلاص انت عندك 50 عندي 100 ومدري كم بطيء خلاص روح تفضل يا زياد ما يصير تضحك علينا قول اللي معاه 50 خلاص وبعدين ما بص يا عبد الله بص يا عبد الله متى كده يا عبد الله ها بالالف المكسوره اكتب لي كيف خلاص يا راجل خلاص يا راجل كيف كي فا مشبوكة ببعض كي فا الياء في النص ما تبقاش كده فاكر ايوه كده سألا سألا أكلا فين الهمزة؟ طيب أخذ خذ ذا اكتب لي المعلم
أخذ دينون، بس هو حاطط النقطة بعيد. لي مو امسك القلم. يلا ادي له كارت. هذا ايش الكلمة؟ دي بيقول أخذ، يعني هو حاطط هنا الذال وهنا نقطة.